فنحن ده بقينا عندنا دقن الكبار شوية، الجيش بتاعنا فيها لياسة، شغل بتاعنا ده عشان نلزم في العطاء السودان القديم، عندنا الجيش أحمر، عندنا الجيش الأحمر، عندنا الجيش الأحمر، الجيش الأحمر شغل بتاعه ده يبني السودان الجديد. الجيش الأحمر عندنا هسه الجيش الأحمر المدرب نحن دربناه خلاص بسلاح، عندنا 7000 في مركز ومن في مركز بتاع ديما، عندنا 7000 جيش الأحمر بتاع كازوك بتاع مورمور بتاع وين دربناه كله ودربناه برضو هناك كله هسه 7000. كم رداني الأول عمل لي إشارة، أنا كنت عملت إشارة لكل وحدات إنه نحن عاوزين جيش أحمر من كل الزون. كم رداوي هيرسل لي في الفوش الأول هيرسل 10000 من الجيش الأحمر ومن في الطريق جايين ثانين يوصلوا. هناكم ريد دكتور ريد عنده 10000 من الجيش الأحمر برضو في الطريق جاي. فمن بحر غزال جاي هسه 10000 في الطريق، من بنتيو في 10000 في الطريق ده 20000، من كوالمانيانج في 5000 في الطريق ده 25000، في النيل الأزرق في كرمك عندنا 2000، ونحن بدري عندنا 7000، بعد شوية نحن بقفل 50000 بتاع الجيش الأحمر. ده الناس بتاع المستقبل وده الاحتياط الاستراتيجي بتاع الحركة. فنحن كل ما في حاجة ناقص، نحن الكبار قدام، الأولاد الصغار ورانا، البنات والنسوان بتانا ورانا، ونحن كلنا ماشيين. العجائز بتانا اللي عندهم دقن أبيض ما في شعر في راسهم بقى عجوز ثالث برضه معانا كلنا ماشيين. فشكله ده شكله بتاع جايز، شكله بتاع ناس في النص زيننا، شكله بتاع صبيان بتاع اولاد بتاع بنات بتاع نزوان، كل زول مشترك في الشرك في شكله، ونحن هننجى 100%. ده انا عاوز نحقق لكم. ونحن ابدا زي ما قلت نحن ابدا نحن ما بقي في نص، بكون ما في حاجة اسمه أديس أبابا جريما نمرة 2، وما في حاجة بكون SPLA نمرة 2، لأن عاوزين يكون في SPLA نمرة 1 يكون خلاص نهاية بتوع. ونحن برهب كل القوميات بتاع السودان عشان نحن بيأسس في السودان الجديد. أنا عاوز نقول إنه ما في سودان، ما في أمة سودانية، لا ده في أمة بتاع حرامين في الخرطوم ناس صادق المهدي. نحن هنعزز الأمة السودانية الحقيقية بناء على أسس بتاع ديمقراطية بتاع اشتراكية. الما فوقه ده جنوبي وده شمالي وده غربي وده نباوي وده نحن كلنا سودانيين. ده يا سودان نحن هنبني ونحن هنمشي قدام للأهداف ده
عشاننا متماسكين بعدالة من